السلام عليكم خوتي، صباح الخير، نهاركم زين ان شاء الله. ان شاء الله كم راكم بخير، بصحه جيده انا والله صافا الحمد لله يا ربي. شكرا اصدقائي على الدعم المتواصل تاعكم. الجديد معنا في القناه، نقول لك مرحبا بك في قناتك، من فضلك ما تنساش الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم جوله فيفا صباحيه جزء ثاني. الجزء الاول عجبكم في ولايه سميده، في شوارع مدينه سميده كاين بلايص ما صورتش، نمشي اليوم قلت في بروفيتي زيد نصور انا بالفيديو. هذا تريبي دارو بابا، راه مشكور، شكرا بابا بزاف باش نحط هنايا يعاونني شويه في التصوير، نحط نصور لكم ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، زيد نصور لكم شويه الشوارع اللي ما صورتش ديك الخطره. كملوا معنا خوتي الفيديو للاخير ان شاء الله ينال اعجابكم. هاي جديد درك نطلعوا الزرامنا، حي زرامنا درتنا زرامنا قبيه زاد صوروها بزاف، قالوا لي رضا قبيه نسيتيها زرامنا نسيتيها جدي ما صورتيها لنا شويه. ها راني نصوركم خاوتي، خاطركم علي ربي يحفظكم وسمحوا لنا برك انا هذا غير بالفيرو غنصور ماك باش شي امكانيات كبيره كما ندخل لكم شخلاخ صاراني ندير لي فيه جهدي ان شاء الله. نتوما ما عليكم غير خليونا اعجاب وتعليق وتبارطاجيو الفيديو لاصدقائكم، وشكرا اخوتي كملوا معايا من فضلكم ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. خوتي خوتينا كنا في زرامنا، طلعت عي مع الفيلا شقيله ما جبتش مليح، عندناش لافيتات، قلت لازم زرامنا لازم نصور من دار خالتي ربي يرحمها، ادعي ولا كامل بالرحمه ان شاء الله ربي يحفظكم. سمعت ربي بزاف حنا ولعبت بزاف في زرامنا، ولا لعبت بزاف بزاف. تحيه زاد لولاد خالتي راجل خالتي كل اصدقائي تاع زرامنا وكل اللي يعرفني، كل شخص يعرفني من كل انحاء سكيكدا ولا تزار ولا خارج، لكم راكم مشكورين، شكرا شكرا جزيلا ديما على الدعم تاعكم خوتي ربي يحفظكم.
فينا درك مزرعة من هذيك نهرتهم طريق الماتش. وي خوتي بعد ما عديت حلا مرشد دياب صور كم زرعة من بعد هبطت على الماتش ديك رول فانوت بعد عاد نقصوا على اللاصية بعد نطلعوا القبية إن شاء الله عاد نطلعوا اللبلاد هكذا كملوا معاي ان شاء الله تنالي اعجابكم هذا الجوله ان شاء الله يا رب. هذا الجزء الثاني سنه ولا حطيت شو ديشاك جوله صباحيه في حي مدينه سيكدا. هذا الجزء الثاني لي زوليفي. هذا صورت كم ديجا الحي بصح لازم الحي اللي كبرش فيه يعيش فيه الطفوله كامل يلعب فيها البالو زيد شي حاجه كره القدم لعبش فيه لازم نطلعوا على القبيه صورتهم قبيه شويه ليسبيرونس بعد نطلعوا البلاد نفضوا ان شاء الله بكامي نروحوا للدار. هاي تعيل جاي مع الفيلو شويه شقيله قلت لكم صح نورمال ان شاء الله فيها خير. بعد ما كنا في ليسبيرونس كنا نطلعوا في كومون بليزون لدار جدي قديمة خلاص تاع الوالدة تاع مامير ربي يرحم خالي وجدي وجدة ان شاء الله كلهم لأهل الجنة يرحم موتانا يا ربي. نطلعوا كومون بليزون نهبطوا على البلاد ما جامي صور شي هكا نبروفيتي صور الكم اليوم.
خوتي الان وصلنا الى نهايه الفيديو. نتمنى الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم. جوله صباحيه جوز 2 في شوارع مدينه سكيزه. تقدر تشاهد عليه صور شو لقاء الحياه مصور. خلينا تعليق. شكرا شكرا اصدقائي على الدعم تاعكم المتواصل. ربي يحفظكم ربي يعطيكم التمنيه. وبديت التصوير هبي كان يسقسي قد بديت تصور رضا بديت نصور على 6.4 هكذيك درك 8.20. فضيت الفيديو الحمد لله يا ربي. نتمنى ينال اعجابكم ودعمونا. شكرا شكرا مره خلاف لكل شخص قاعد يدعم فيا هكذا. خاوش نقول لكم ان شاء الله في راحتكم ان شاء الله في والديكم. صبروا مطريقه قد قد وحكموا في سلاتكم ديروا سبور ان شاء الله في اخر. السلام عليكم.